واخيرا رياض ابو عزيزي في التلفزه. حسيت على الكوره ومشيت للفلاحه منذ اخر. حسب الظروف اللي عندي انا شنو، انا انسان نحب الفلاح، نعشق الفلاح، نعشق الطبيعه، نعشق الحيوانات. سبحان الله كل انسان ربي يعطيه مثلا غرامه، فهمت كيف؟ انا انسان نرتاح برشا كي نبدا في الطبيعه، كي نبدا وكي نخدمها. نحب الارض، نحب النبته، نحب يعني بالنسبه لي نلقى راحتي. الباهي فينا نحن تينا من لا شيء. لور وانا صغير وقتها بديت نحلم على الفلاحه، ونهار اخر نعمل ممكن ما كنتش نحلم نعمل اللي نحن عملناه تو. بقينا حلم بسيط، والباهي فيه ما نحلم على قد امكانياتي. والحلم تحقق تو رياض، يعني انت تو لقي راحتك في الفلاحه؟ الحمد لله معنويا لقي راحتي. بالنسبه للفلاحه الغرام شيء، كونك باش تكون هي مصدر رزق شيء اخر. تو شنو اهم بالنسبه ليك اخر العام، انه جمعيتك تكون هزت بطوله، ولا انه جاك العام سبق؟ هي كل حاجه في انه تختار منه، لازم تختار حاجه فيه. وانا نلعب لا تو رياض البوزيزي الفلاح كوره، انا رابح معزه عباد من النادي الافريقي ولا من ترجي الرياضي. رياض في التونس كامل. اي انا الناس تحبني لاني انا نقدر الناس. اخي احنا نلعبوا في رياضه، باش نلعب معاهم ماتش كوره، راني مش حرب. اخي راهي كوره، واحد يخسر يمشي يسلم على صاحبه وراه يهنيه. انا اجتهدت باش نلعب وعطيت كل ما عندي، ونلعب كونتر صاحبي في التيران كنوريك انا مواقف مع الهادي بالرخيصه، صاحبي وخويا الله يرحمه. الله يرحمه. انا نمشي نعمل له الماركاج لي هو بالذات في الكوره، نعمل له ليه. وكان شوفني كيفاش نتاكليه، تقول واحد عباره يكره الموقف. موقف عمله لي الهادي اللي رحمه، عامل ربحناه من 3 بلاش في المنزل قبل. اي مش نعاود نحكي. صارت لي حكايه مع الهادي الله يرحمه في مقابلتنا ضد الترجي عام 97، واحنا رابحين 3 بلاش كورنير. انا نمشي بالذمه باش نشد الهادي، ولو انه الهادي ما يتشدش في الكورنير، اطول مني وما شاء الله عليه. كانت نقطه القوه نتاعو، نقطه القوه الترجي في صعود الهادي برخيصه، وكان يمركي برشا. شدوا هكا شدوا من مريول وتلكمت عليه، وقالت روحي يا اخي خزر لي وعنتني هكا. وحشتك يا صاحبي. تلموشو كان هكا وانا رابح، قلت له اسمع الهادي جمهورك يتفرج، لعبت تتفرج فيك اخويا. اسمع تو بعد نحكي اخويا، يعني انا مركز. هو مش مركز يعني، ضحك هو يعني تنمو. انا قلت الروح عرفت هو في الاخر نلعب في ماتش كوره. قريب يقول لي شبيك اخي رياض، شبيك فهمتني؟ توحشتوا الهادي الله يرحمه، توحشتوا بالطبيعه. ودي صدمني، تعرف شنو هو؟ ما نجيبش نشده، ما نجيبش نمسه. قال لي توحشتك وانا عامل تو. هو يعني في الاخر نلعبوا اجريسيف مع بعضنا، كل واحد يدافع على ضربوه. كلاسيكو ترجي وليتو. اي في الاخر نحن خير، علاقتنا تو لازمك تعرف حاجه، نحن تو علاقتنا مع بعضنا حاجه كبيره برشا. راهو جوارات تو، علاقتنا راهو بعضنا علاقه طيبه على الاخر. كل نهار هكا ديبلاسمون من تونس لهوني؟ هو مش كل يوم، اما اكبر معضله بالنسبه لنا احنا في المنطقه هنا. خدامك كيفاش يعمل؟ اكبر معضله اللي انا تو، انا عامل استثمار هنا في فلاح. هذه من الكياس باش نطلع الفيرمتي، فما كيلومتر و300 بالضبط. يعني كي تصب المطر ما يظنش يجينا تو. نصلي على النبي رباعي وكذا، نحن ديجا استنينا نهارين وثلاث ايام باش تفات. لما قلت لي مطر ما نجموش نطلع، ما نجمش حتى كي نجيب خدامه ما نجمش نجيبهم، حتى كي باش نسوق حاجه ما نجمش نسوقها، حتى كي باش نبيع حاجه ما نجمش، حتى كي نشري حاجه ما نجمش نطلع لا علفه لا حتى شيء. يعني فريمون معاناه. نتمنى من السلطات اللي تعاوننا، خاطر الحاجه هذه يعني مكلفه برشا باش نعمل. الكيس الاخر قلت لي قدوه. كيستات الكل تقدد، ثم قاعد إلا, إلا, إلا المدخل هذا ممكن محسوب علي أنا. يا حسر على رياض البوزيزي بالجرينتا، كان يحرث تيرا توا جاي نهار كبر، ولا يجيب شكون يحرث له أرضه؟ هي الأرض تتحرث بالمواشي ولا بالميكانيك؟ الجمهور ما يعرفش أنه رياض البوزيزي يلعب في الكورة، ما يحبش يتفرج في روحه،
وما يحبش يتفرج في الأتراح. والدليل لا هذية صحيح صحيح. الدليل شنو صار لك في ملعب زويتا وقتها بعد ما كملت كورة حبيت تفرج في الإتوال وستات تونيزيا؟ دخلت في جمهور البقلاوة يعني في عرض ما تدخل مع ما بدلش ما. ما نعرفش أنا أنه جمهور. أما دخلت مع البقلاوة لقيت راحي مرحب بي والناس فرحانة إجا بعض إجا قاعدنا والناس تضحك وتنكت وكذا. هذا حلم متحقق يعني الحمد لله. انا ما بابا فرحته قبل ما يموت عم تطلع الماء بابا ولا يبكي بالفرحه. رجعنا معنا رياض البعزيزي اللاعب الكبير. بصراحه هي القهره جت في فتره كثرت الفلوس اما توا كثرت بطريقه حرام. معناتها مع العلم نعاود نذكر نحكيه على 5% من الملاعبية رانا الفرق وسط الترتيب. معناتها كي نشوف المستير ولا نشوف رجيش شهيري جوارات رجيش الكل ما يجيوش قد شهري جوار في الترجي ولا الإتوال. معناتها ناس معقولة تخلص تضمن أنه تخلص. معناتها ذوما جمعيات يا خويا محترفة يا خويا نعطيك 3 ملايين ونخلصهم لك في الوقت 5 ملايين في الوقت مش نقول لك 25 وتخلص شهر ونقعد هارب. والمشكلة رياضة أنه بعد الفيفا تحكم وترسيلهم يخلصوا ويعملوا كذا. أول شهرية خذيتها في منزل بورقيبة قديش؟ 50 دينار. 50 دينار تبارك الله. أيا نقولوا منزل بورقيبة وأنت وقتها جوار مش معروف وغيره كانوا يكفيوك شهر كامل 50 دينار؟ ما كناش نعيشوا بالفلوس برشا يعني. كانت الدنيا رخيصه وشنو احتياجاتي انا ما عنديش احتياجات. صحيح. اول ما مشيت لتوال بالحق 300 دينار شهريه. اي واو 5 ملايين بريم سينيتير. اي اول ماتش لعبنا كنت المرسى اعطوني 500000 من البريم نتاع بريم سينيتير. اعطوني 500000 برشا فلوس. أول مرة ناخذ 10 شهري مع بعضهم يعني. فكنت فرحان باش نوصلهم لدارنا حتى يعني كان واحد يلعب ويحب يحب يفرح أهله يعني. أهم حاجة باهي باش نحكيو باهي بعد ما وفيت في الإتوال وكاريير وتيترويت والجيل الذهبي للنجم الساحلي واللي عملتوه في الإتوال وقتها معناتها ومنافسة معناتها بصراحة جمعية كبيرة ولا تنسى. كي خرجت من الإتوال قديش وقتها شهريتك؟ 800 دينار. قديش؟ 800 دينار. ما نسيتش صفر؟ لا. 800 دينار، رياض البوعزيزي النجم. 800 دينار من 98 ل 2000 برك، أما الآخرين كنت ناخذ 600 دينار. يعني 96 و 97 اللي كانوا يلعبوا هو الحق أنا ما نحبش ندخل فيهم الحاجة هذا لكن ماهوش عيب. هو وقتها الجمعيات مش كان الإتوال تخلص هكا كرم. أيه. ترجي هي زوج جمعيات اللي كانوا يخلصوا باهين هما النادي الصفاقسي والنادي الافريقي. ما الإتوال والاسبيرونس كيف كيف كانت براسك نفس الشهريات. معناتها لحظه تلعب فرق ناسيونال اي تخلص 600 دينار. كان ما تلعبش ما تاخذش 600 دينار. اي راو ايش نقول لك راو فرق بين يخلص شويه وبين يخلص. البريم مش برشا البريم تاع الفيكتوار. قديش في سوسه كنا ناخذ 200 دينار تاع شامبيونا و400 دينار لبرا. 400 دينار لبرا 200 دينار تربحوا 200 دينار ونحوا لنا 20% يرجعهم لنا اون كا اون هذا الشامبيونا. هو التيتر تاع الشامبيونا كنا خذينا 8 ملايين. 8 ملايين اي كوب دافريك 6 ملايين كوب دافريك 6 ملايين. اي ونحن ناخذوا له حاجه كبيره راهم. طولت ارقام فلوس راهم. راهي كانت حاجه اخرى الكوره. كنا نلعبوا جيست نحبوا نربحوا نحبوا نفرحوا الجمهور. يعني في الجمعيه ما كنتش نعمل حاجه نجم كنت نعمل فلوس. شويه الفلوس في الكيب ناسيونال. في الكيب ناسيونال. خاطر الكيب ناسيونال النهار لونتريمون ياخذوا فلوس. معناتها البريم تاع كوب دافريك خلينا نحكيو 65 مليون وقتها.
لا 45 مليون 45 مليون كيفينا كان هزينا كوب دافريك عام 96 تحكي على 96 اي ناخذوا 55 مليون نحن خذينا 45 مليون خاطر خلطت فينال مش ناس كل باللي يلعب مو قلنا عندنا 25 و 50 اما 2004 65 لا 2004 خذينا 100 ميل دينار 100 مليون اه وقت احنا عملنا 75 مليون في البريم و 25 ميل دينار اعطاها لنا الرئيس ونحونا منها 200 دينار 26 معناتها هذه الثروة الوحيدة اللي خذيتها ميسينو تكور ما هوش نقول لك انا راه كي تقول لي نخلص 600 دينار مانيش نحكيو على شوية نحكيو على مبلغ هزيل جدا وانت وقتها نجم النجوم وتصورك في الجرايد وفي 3000 معناتها راه ما نعرفش انا ما نعرفش البريود هذيك اخضر تظلمتوا برشا وبعد هذيك اللي ما خرجش من تونس راه ما كونش اي تكونوا واضحين تي جوست مو هبش نحكي لك انا معناتها قهرة هذه علاش نسمعوا فيها سامي كبيرة ماكسيموم مسكين عنده قهوة الاسم والمحبة نتاع العباد كبيرة وفما الأخي من هذي اللي برشا العباد ما يصدقوش كان تقول له راه ناخذ 600 دينار ولا 800 دينار ما يصدقكش توا أنا بعد يعني سنين ينتظر لي كونك تاخذ فيه عشرات الملايين خاطر يشوف توا وكي تسلم على رئيس الدولة وتسلم على المسؤولين وعلى الوزراء يعني أي رخصة تاخذها وأي حاجة تاخذها تتحير في مضمون صح صحيح إي صحيح عاد أول كرهبة شريتها جولف 3 جولف قديم ولا جديد؟ لا بون اوكازيون تروا جولف تروا اي من السوق شيء كبير انا اول حاجه كسبتها داكس نتاع لوتشي البكوش الله يرحمه الله يرحمه يعني خاطر انا درجت انا شريت داكس وبعد شريت فيسبا وبعد شريت كهرباء والداكس كنت نركب عليها انا ورياض جلاسي خاطر نسكن في الاوتيل باش نمشي لواحد والتاكسيات ما نخلطش انا نحكي لك على 300 دينار وبعد ولا 600 دينار معناتها شو يا 600 دينار وش سمونا بليسونس ما كانش الصورة هذه أنا ما كانتش توصل لي مع أنا في مخي معناتها أنا كان قال لي واحد الكلام هذاك وقتها ما نصدقوش وإحنا ناخذوا أكثر من غيرنا زاد أي لا أي أكثر أي ما 600 دينار في الإيطوال وهز تيترويت تونس كل بعد 800 دينار وتوا كرهبتك شنو سيري عبد؟ كيسات أي تو بفضل أنك مشيت تحترف بيان سور لا كان ما احترفش واحد يكون ما عندوش دار خاطر الالتزامات كبيره وتمشي لهم انت رياض بوزيزي نتاع الاطوال بركه الحاجه اللي تبدا ب 10 تولي ب 20 يعني خاطر ينتظرني يكونك انت عندك برشا فلوس وابار سا وباش نحكيو شويه على الملاعبيه ظروفهم تعبه انت خاطرك تعرف قيمه الفرنك معناتها انت ما جاتكش فتره ضيعت الفلوس انا جيتي اون فيت نحكي لك انا قلت لك من عائلتي عاونتني برشا الحق نتاع ربي يعني انا جيتي تري بيان اونكادري مش باش نقول لك راني بارفي بقينا انا جيت تري بيان اونكادري حتى من صحابي كنت اونكادري بالباهي خاطر هي شنو اذا كان ما اونكادري راك تضيع تضيع مثلا كي كنتوا في الايطوال فما نهار اثنين سهريه في بواطا انا كنت نسكن في الاوتيل اول حاجه كي مشيت الايطوال وانا في الجزرنا كملت التدريب وبعد وليت تعطوني بيت في الاوتيل انا خرجت من بيت في الاوتيل ومشيت سكرتها ومشيت سكنت مع صاحبي يلعب معايا في قباجي في دار هما كارين هذا دار صغيرة تحية كبيرة لإسكندر قردب وهذايا وعائلته عم صالح وخالتي فتحية ذما أنا أول حاجة ما عنديش عائلة وثاني حاجة حطوني في أوتيل وجاي من منز برقيبة توريست وأنا صغير يعني أنا مشيت سكنت مع اسكندر باش نحمي روحي من روحي صحيت لانه باز الضياع كانت متوفره بالطبيعة يعني اذا كان انت تحط فلوس وشيخ بحظ النار مش تشعل الدنيا فهمت كيف فانا مشيت حميت روحي ومشيت مع عائلة طيبة 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 محترمة أنا مثلا ما كانوش عباد يشوفوني في مثلا في ديسكوتيك راهو بورتون أنا نتكيف فما عباد ما يصدقوش لتولي أنا كنت نتكيف ما يعرفوش أنا ما نتكيفش قدام العباد أنا ما نخرجش قدام العباد أما ما تمشيش تسهر في ديسكوتيك فان سومي لا لا نمشي بعد الماتش بنهار أنا نمشي نهار الاثنين نمشي يبدا ما فماش حتى شيء نمشي زاد ديسكوتيك ما فيهاش عباد نمشي بحذا صاحبي ديسكور مثلا أنا عبد نحب نسمع ونحب الموسيقى برشا ونحب نتفرج نحب نديفولي خاطر انا راني نعيش بريسيون نحمي روحي حتى من العباد من اخضر ما تظهر لوش روحك انت تتكيف وماكش من الملاعبين مش ما يلقاش عليك شنو ماكش من الملاعبين اللي تصاورك دارت ولا خارج عليك انك سهار وكذا بصراحه ما يعرفوا شيء ما يصدقوش ما يصدقوش لان تكيف انا كنشوف واحد وانا عندي سيجاره ونمرسه في ايديا نحرق روحي باش ما يشوفنيش لان تكيف مش خوف راهو ديسيبلين وتربية وكل شيء هذيك هي به تراه باش نمشيو توا الفقرة في الفستير على الجمعيات اللي درت عليهم الكل وأهم الذكريات يلا
الفستير مع ضيفنا النجم رياض البوعزيزي. رياض البوعزيزي في الفستير، الكرة فرحة كبيرة في التيران، أما زاد حياة أخرى في الفستير، فما دي مومون فور نعيشوهم كجمهور، أما بعدهم مومون فور الداخل في الفستير اللي ما نسمعوش بيهم وما نشوفوهمش. أحسن لحظات حياتك اللي مومون الفريقين البهين والخايبين، بخلاف سيجارة اللي عملته مع بدرة في الفينال، كانوا في الفستير ولا في ولا في التيران؟ هو الفستير قبل الماتش وبعد الماتش يفرق. بعد قبل الماتش يبدا انغواز، يبدا بريسيون كبيره. هذه قوه اللاعب الكبير قبل الماتش، تحضير الماتش صحيح. وكي تبدا الانغواز وقتها، نذكر سليم شبوب انغواز تاع خوف وقتها قال الوعي راضرب. اسكو انت كي وليت الخبره وكذا قبل الماتش كنت تاخذ دورك؟ كنت تصيح؟ كنت تعيط؟ كنت تشد جوار؟ بيان سور. يعني انا كاليفيكاسيون تاع كوب دو موند 2006 لعبنا كنت المغرب، كنا خاسرين بريمير ميتون. اي دخل لونترنور لومير، مسؤولين وزير كذا، جاي باش يتكلم، يبا ما جاش ما يتكلم خاطر الجوارات كانت بلوكي بلوكي. هو مسيو لومير هبط باش يتكلم هكا، ياخذوا الجوارات ما نجمش يتكلم، قعد دكاكا. قمت انا كابيتان ديكيب، احنا خاسرين 2-1 في الميتون. اي قلت لهم الماتش هذايا ما عادش ماتش كوره وتكتيك وتكنيك، احنا 66,000 يتفرجوا تو ديجا قلبهم باش يسكت، نربح باي طريق يلزم يخوفوا. يعني انا هكاك راهي هذه الاخلاق اللي تحكي عليها. انا أي. انا في الميتون انا خسرت لزياد، قلت له زياد انا كان ما نربحوش اليوم يا نقتل واحد يا نموت، يعني يلزمني نربح. انك يشوفني جوارك هكا يخاف مني، راهو لازمك تعرف حاجه. انا يخافوا مني داير كان، مش خافوا مني انا سفاح، تخوفوا خاطر ما كنتوش تعملوا برشا رجال اكثر منه ياك هو الكوره. اللي يحب يربح اللي يحب اكثر هو اللي يربح، هو اللي يربح في الكوره. خاطر نحب اكثر باش نعطي اكثر باش نجري اكثر باش نتعب اكثر. اما مون فور في فيستير اخر ماركيك عشتو، بخلاف العبيد اللي بعد الكوب دافريك حبوا ياخذوا لك مريول وكذا، بالحق لومير هما سرقونا مراول، مش حبوا ياخذوا، شطر جوارات سرقت لها مراولها وتونيات تبيع. انا مشيت خبيتها وكفنتها معنا خاطر حبوا ياخذوا شورت مريول براسا اي حاجه. قلت له انا مش ديما نلعب كابتن ديكيك ومش ديما. قال لك اعطيني كذا، اعطيني حتى اعطيني كل شيء اي حاجه. قال لي قلت له انا هذا ما قلت يبقوا تاريخ. اي بيان سور ولولادي يعني مش نحكيو على التاريخ. وبالحق لومير طرد بنت بن علي من الفستير، والله الحق انا ما شفتهاش، اما هما شفتها كي دخلت مع الواحد، وانا تلمو مشيت خبيت في تونياتي ومشيت دوشت وحميت روحي. يعني يحب يهز حاجه اخرى متاعني، انا اغلى حاجه عندي وقت المريول والشورت وكل براتسا سيرتو. اي لا اما انت سمعت وقت انه لومير قال له اخرج. هو لومير يحمي يلزم يحمي الفيستير، خاطر دخلوا برشا، مش دخلت بنت بن مش بنت الرئيس اللي دخلت وحدها، دخلوا معها برشا ولا يحبوا على المريول. تو الناس يعني فينال واول مره هزينا تيتر وانت جيت تاخذ لي مريول، يعني شنو يعني ما يعني ما تجيش الذكرى الحلوه باش تنحيها ما تجيش. يعني معناتها مومون اخر في فيستير تتذكره مثلا مع الاتوال في تركيا في كذا؟ انا بتبيع اول تيتر في الاتوال من اللي زفر الاربيتر والدنيا تدور بيا اللي دخلت الفيستير، فهمت كيف؟ كوب دو لا كاف اول مره الاتوال نهزوا تيتر، واول مره الاتوال توصل ديجا ما كانش تريتشي ادوار متقدمه كوب دافريك. يعني نحن اللي صار في الاتوال صارت جينيراسيون دخلت في المنظومه نتاع كوب دافريك، ولات بعد كل عام تهز يعني حاجه. يعني كانت فريمون امبيونس كبيره في الكوره. انا الدنيا تدور بيا يعني اول مره، وما نعرفش انا شنو معناها فيرتيج الدنيا تدور بيا. هذا يعني لعبت في منزل بورقيبه بيان سور، والتكوين في منزل بورقيبه تحيه ليه، انا كنت نمشي ونتفرج برشا منزل بورقيبه في بنزرت. الدنيا ما عادش كي قبل وكهو. تي منزل بورقيبه كان عندها الغازون وقتها، سيابيه ما عندهاش غازون، يا حسره يا حسره على يمه العز. هذا مريول ليتوال وعملت برشا جينيراسيونات منزل بورقيبه ملي تخلقت انا ونعرفها تلعب على الطلوع يعني. اي تلعب هلا طلعوا طلعت مع طلعت ولعبت ناسيونال منزل بورقيبه ما يعرفوش. لعبت في القسم الوطني عام 73. كان عندنا اول كابيتان ديكيب في ليكيب ناسيونال هو عزيز جبله اللي باسمه الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه باسمه. هو كان كابيتان ديكيب في ليكيب ناسيونال. اي ومنزل بورقيبه معروفه بالالعاب الكل، منزل بورقيبه فيها الرياضات الكل، فيها رفع الاثقال، فيها في البوكس متميزين ياسر النازلي، في الاتليتيزم قلت لك كانوا متميزين.
ويعني عندها الهوند والفولي والباسكيت. المريول هذا هزين نتاع تيتر نتاع ليتوالا. الحقيقه هو هذايا انا نجاه مريول ليتوال انا ما عنديش، خاطر يعني ما كناش ناخذوا برشا مراول، وكانت الناس اللي تحب ليتوال برشا، فمن العزازه ما نجمتش نستحفظ بحتى مريول، كنا نعطيوها عندنا اصحابنا ما نجمش نعز مريول. معناتها هل كنت في فترة من خاطر هذاما المراول اللي تشوفهم انا اكيد ناخذ 20 مريول باش نخلي مريول للروح. صحيح. هل كنت في فترة ما تتحكم في فيستير ليتوال؟ لا انا في ليتوال ما كنتش نتحكم، خاطر انا برشا جوارات كبار قبلي في ليتوال، وتبقينا نتعاونوا على ليتوال. يمكن في اخر ما قبل ما نخرج وليت تلعب كابيتان ديكيب في ليتوال، ويعني يقولوا لك كذر بجوارات كيما لا ما عندناش نحن. لا تحكم في جوارات متسايبين صغار ايجا العب ركف في ليتوال. ما ننصحش على جوارات، انا ننصحهم وانا نعاونهم، انا نحب نكون محبوب عنده مش مكروه، خاطر نصيح عليه وش مش باش يقبلني يعني. فما مرات حاول ننصح. فما مرات كبست جوارات باش نكبسوا كي يبدا مثلا خارج على السكه العب ولا نكبس روحك ولا ارجع. لا رانا راك انت محليك ومتربي وعقله ما راك في الفيستير وفي التيران. نلعب اجريسيف، نلعب نلعب قوي، كل شيء نلعب قوي، نلعب توتر الاعصاب. لا بالطبيعة معناتها تذكر زيدان ضربوني، اسكو تنجم توتر الاعصاب بالكلام زادا؟ انت كيما الاخر ساب زيدان بالطبيعة انه بروفوكي. هي شنو من غير تقول له جوار يضيع في الوقت مثلا، نجي مثلا ودايرين بين نضربوا هك فهمني، ونقول له قو نصيح عليه شنو هو اخي هو رابح كنت المغرب قوم يا تيت. لا تيت ولا يعني انا خاسر، احنا خاسرين يعني. هو يضيع في الوقت، هو يضيع في الوقت وكوب دو موند هذايا. شنو تقول لسليم شيبوب تو؟ ربي يفك قلبه. انا من الناس اللي بالنسبه لي انا سليم شيبوب ما عمل لي حتى شيء خايب، راهو بالنسبه لي انا بالعكس كان من الناس اللي يحبني برشا مثلا. انا ما نحبش الانسان وقت يمر بظروف خايبه يولي كان عنده حاجة يطلب السماح من الناس اللي أساء لهم ولا اللي ظلمهم ولا حاجة، وتبقى الحكاية بينه بين الناس هذما وبين ربي سبحانه وتعالى. كان عنده حاجة أمور دولة ونعرف شنو هذي، أنا ما نعرفهاش، ما نعرفش أنا سليم شيبوب. أنا مش أنا نقول إن شاء الله، أنا ما نحبش الشمات، نقول ربي يرجع لوليداته، خاطر هو في الأخر في الأخر إنسان كان يوصل يسامحوه العباد هذما. هو قال هي اللي برشا حتى من ليتوال، سليم شبوب عام 2004 نفع برشا المنتخب حتى في الكواليس. شوف والله 2004 يعني ينجم يكون ما نفعش سليم شبوب، خاطر هو كان لو بريزيدون دو الكوكان، كان هو لجنه رئيس لجنه التنظيم. انا صدق راهو كي باش نقول عليه باهي صحيح صحيح صحيح. بالنسبه لنا احنا كنا في 2004 كنا نشروا تساكر، يعني يعطونا نسبه نتاع تساكر ثلاثه ولا اربعه يجيبونا بلاش، ونحن نبدا عندنا 20 و30 يحبوا يدخلوا. تشتري وانتم نشريوهم الفلوس. يعني من المفروض ما تصيرش. نحن ليفريز اكتور راهو. يجيني انفيتي من تركيا، نلعب من تركيا اصحابي، يجوني عائلتي، يجيني كذا، اي انسان كي نقول له ما عنديش ما يصدقش، وانا نشري له. صحيح. اسكو نورمال تعطيني تحصرني في ثلاثة وأربعة تساكر؟ حط لي 10 تساكر لكل جوار على الأقل، يعني أنا نتصور أنا مبابي يشري في التساكر هو تو. ما كنتوش مدلين كيما الصورة. لا ما فماش مدلين. تركيا تراه دونك لعبت في بورصة سبور، في غازيانتاب، وفي وفي كايسري. وفي كايسري، دونك غازيانتاب سبور شاركت في اليوفا وماركيت بونت في اليوفا لعبنا ماركيت بونتو، الماتش الوحيد لعبت فيه وسط ديجا، فهمني؟ قلت لك نلعب ستوبر. ستوبر أنا كنت كابيتان ديكيب، وهذه عملنا فيها دي ريزلتا باهي، قلت لك مرتين نكملوا الرابعين. بار كونتر يعني في الاربعه كلوب لي كاتر كلوب الكبار في تركيا هما فينرباتشي وجالاتا سراي وبيجيكتاش وترابزون سبور، نحن مرتين نجوا قبل الكيبات هذوما اللي هما ثرو يعني لي بيجي تاعهم. الجمهور التركي قريب الجمهور تونس نرفوزي وكذا ولا لا؟ اي عندهم لاجريسيفيتي، اي بون يحبوا الكره اكثر منا، اما هم يعبروا على غشهم بطريقه اخرى. مثلا نحن كي نخسروا في جمعيتنا، نخسروا في بلادنا سته، ما يجوش يكسروا ولا يعملوا، احنا ما فماش جمهور يجي يتفرج ساعه في التيران. هذه من الحاجات في لونتريمون ما يجي حد. ما فماش كان احنا خاطر هذاك تاع التمرين باش نغلط فيه، مش باش يجيني على الخط يتفرج فيا ويسبني، ما نجمش نلعب وما نجمش نركز. صحيح. كي نخسروا يجيبوا يذبحونا على الهلش ويجيبوا لك البقلاوه ويحاولوا يعاونونا، لان كان باش يزيد يوتر الامور ويسبونا وكذا كذا. هذه ليكيب ناسيونال بكل مصحح فين وين شاركت؟ هذيك في اليابان.
في اليابان كاس العالم 2002. الله الله، مكتوب بالجابوني البو عزيزي ولا ما نعرف. هذه شاركتوا بها فين؟ هذه 96 في الالعاب الاولمبيه في اتلانتا. اتلانتا هذه كوره عمرها 26 سنه. البو عزيزي في اليابان صارت لك صدمه حضاريه ولا لا؟ هي صارت الترفة، صارت اليوسف السريات يوسف مشى معانا يتفرج، مشى الأوتيل هو معانا، أما مشى البلاد زار بلاد، مشى الأوتيل ترفة هي سكن وروح ما شاف حتى بيرسونال كل شيء عام 2002 سكن وتعشى وخلص وما شاف حتى حتى واحد يخدم حتى بشر، كله بالضوء اوتوماتيك، قال لي كل شيء بالكارتة وكل شيء بالوحدة. بلد متحضر ياسر ومترب ياسر ونظيف ياسر البلد اليابان يعني. اي الى درجة ولا يبكوا علينا كي روحنا. نحن نعيطوا في الكياس والناس تشق الكياس ويغنوا. بيزار ما عندهمش الحاجة هذيك. 80 سنة يبدا باش يعرضك يعمل لك هكا. نحن كان خسارة والله خسارة ما مالوريزمو ما خطفتش الريجيتا. ليكيب ناسيونال هذاك نتاع الكوب دافريك هاكا مصحح الكل هذا اللي منعته سرقته المريول نتاعك. لا هما هذا ما هم فات مراول الكوب دو موند برك الكوب دافريك ما زدت ما نعرفش فين مريول مخبيها ما زدت ما خاطر انا مانيش اورغانيزيتها في داري هذاك علاش عندي مراول يعني الحق. رياض البوعزيزي نحكي وشفنا جمعيته الكل ثم افاجئ بمريول الترجي كورت في الترجي. لا لا مريول شكون هذا؟ لا هذا نتاع العزيز الغالي نتاع صديق العمر نتاع المرحوم الله يرحمه هو الهادي كان محبوب الناس كل زاد راهو وكان لو سوبر ستار نتاع تونس راهو مريول الهادي برخيص عام 94 الهادي احنا مشينا نلعبوا في مصر ايكيب ناسيونال اولمبيك وهو ربح الزمالك وحده وقت هنا جماعه الاهلي كل غادي ابو رخيصه ابو رخيصه فهمت كيفاه تحس تونسي انت تونسي رفع لك راسك. اما فما تصويره انت مع مع بلها يظل يجيك كان انت كان صاحبك. هو المره الوحيده اللي جات السوسه مشيت انا وياه من هنا يعني هو انا مشيت بالكرهبه معايا ولد خالته وهو هز صاحبي ومعنا صبري جاب الله مشينا عدينا نهارين في سوسه وبرمج هو باش يصيف بحذايا يعني يجي يعدي جماعه خاطر تفرهد فرحوا به غاديك الحق نتاع ربي وبقينا ما شويه ربي ما سهلش. انت وقتها سمعت الخبر ضربت خوك قلت له يزي من الاشاعات وين كنت وقتها؟ انا احنا لعبنا ماتش مع المنتخب ضد المنتخب الجزائري في صفاقس وكي روحت خلطت للدار نسكن في سوسه في دار وقتها يدخل معي اخويا الصغير يقرا عرضني قال لي رياض راهو سمعت قالوا الهادي برخيصه مات وانا مزت بالساك ضربته من بارياكسيون ما نعرفش على روحي عملت هكاك كيما في الطيران تضرب من غير ما قلت له قلت له تسمع في العباد ديما كذا وكذا ما جيت ما تقول قال لي انا علاش انا اش دخلي انا اش عملت انا حبيت نعلمك يعني قلت له تسمع ديما في العباد اي دخلت كلمت مع الناس بورتابلوات وقت هزت التليفون في داري وطلبت طلبت الاذاعه وقت طلبت الاذاعه باش نسال نستفسر قالوا لي راهو هزوا الكلينيك توفيق وما عرف شنو ويظهر لي صار دوام الله توفى يظهر لي ما شوكي تبلوكيت ما مش نقول لك شوكي ما فهمت حتى شيء هبطت الواحد وكلمني صاحبي قال لي من الزهره هو عنده اقاربه في الزهره قال لي رياض راهو الهادي توفى راهو الهادي توفى بقيت بجنب التليفون ما نعرفش لا نجمت ما عملت حتى شيء راهو بكيت من غدوه انا على الهادي يعني انا مش مبين لي انا نحب الهادي اكثر من غيره راهو الهادي ماهوش صاحبي انا اكثر واحد الهادي صاحب برشا عباد وصاحب الناس كل نهار تدفينا يقولوا العباد دخلت في هستيريا انا كي مشيت انا سي عثمان وزبير بهي مشينا ما نعرفش وقت خلطت الجبان انهرت معشد روحي وزاد شفت حاجات ما عجبتنيش في الجبانه فما عباد كانت ماهيش باهي ولا تحب الهادي ياسر فانا النفاق مع الموت يعني حي ما سالش اما ميت ما تنافقوش كورجيه ولا مسؤولين؟ شو بدنا نفهم؟ نحكي لك يعني انا نقول الله يرحمه ما فماش واحد تشوي عليه قد ميمته وعائلته وعلى فكره انا عم ناول ولا عم ناول استدعوني لجنه احباء الترجي وكنت حاضر مع والد المرحوم الهادي اللي هو بيده مرحوم الله يرحمه عم محمد وحضرت انا وياه في جمهور كامل نتاع الاسبيرونس يغني على الاسبيرونس بقينا انا كنت جاي لصاحبي الله يرحمه وبويسك هما فرحوا بيا وضيفوني يعني شوف الدنيا قصيره البارحه مع محمد اليوم للزوز هما في دار الحق ربي يرحمهم ربي يرحمهم وانت من جينيراسيون محبوبه جمهور الترجي الافريقي صفاقس الكل يحبوك وقفلت كاريرك بالسيابي عليك روحت ما مشيتش للتوال
شوف انا الحق نتاع ربي كنت ضد واحد يلعب لبرا ويروح لتونس. يروح لتونس يولي ديفازي، فهمت كيف؟ فاللي تعلموا واللي تلعبوا لبرا وترجع تلقى مش كيف كيف يعني. هي حقيقه صارت دعوتي من زد احمد القروي الله يرحمه، قال لي اجا رياض نلعبوا كنت ستاتونيزيان. ستاتونيزيان بيت نوار نتاع سيابي في بنزرت. قلت له انا راني نخدم ولاهي في الفلاحه وكذا كذا. قال لي يفرحك، جاني الفيس بريزيدون الداري، يعني هذا قدر كبير ما نجمش نقول له لا. هي انا عندي برشا طرايف معاه صاحبي. قلت له انا راني مفطرتش وكذا ومازلت كي جيت. قلت له على شرط باش نجي نتعدى ناخذ زوز كاسكروتات لبلابي، خاطر كاسكروت ما شبعنيش. سردينا من عند بنهوف من عند بلها. ودخلت دخلت انا اكثر واحد حبيت سيابي تربح نهارتها. قلت باش ما يقولوش وجه خايب تعرف عنا راه اي عنا بيان سور. شقدت راه العباد تصفق وفرحانه. قلت يا رب ان شاء الله نروحوا هكاك فرحانين. بعد الماتش هبطت الفيستير باش نسلم على، وعندي صاحبي وخويا حسان البجاوي، صاحبي برشا حسان، بشير زاد صاحبي، لعبوا اولاد ليكيب ناسيونال كان على جونا باهي، فهمت؟ حسان يلعب مازال، مشيت حبيت نسلم عليه ونهنيه، ربحوا 2 بلاش، فرحان انا اكثر منهم. وجهي مبروك على اي خاطر انا تعرف متذكر نطيروا بالامور هذيك وكذا جاء وكان ما نعرف شنو. وقتها في سفاره بن قاسم هو صاحبي قال لي علاش ما تجيش تعمل معنا عوين؟ انا لاهي بالخدمه وكذا وكذا. اي جا تفرهدوا كون معانا الاولاد يعني خلي ياخذ عليك خبره وكذا وكذا. قلت له انا راني ما نحبش، فهمت كيف؟ اما قلت له قال لي فكر ما تسكرهاش رياض فكر. ايفيكتيفمون وقت فكرت قلت علاش ما نترينيش حتى على صحتي نبقى نعمل لونترتيان. ودايور كي مشيت لسيابي لا نيغوسي دي فلوس لا كذا، يعني كانت امور سهله. مشيت باش نترانا ولاقي قدري، الناس فرحت بيا الحق نتاع ربي، حطوني في غريوسهم. ما عطيتش روند مو كبير راني في السيابي باش نعرف روحي. انا عندي نتذكر يعني أنا, أنا, انا انا صادق مع روحي قبل ما نكون لا لا شرف لينا. بقينا فرحت انا فرحت في السيابي شرف لينا. وصارت لي مشاكل مع مازبر جيبر على فكره. لا باش نسالك تو، قلت لك باي رجع لمساكن، علاه ما رجعتش لمازبر جيبر انت؟ والله خاطر ما اخذر تو، انا باش نلعب مع السيابي في دي كونديسيون. انا نحكي لك عندي بروبليم تاع دو عندي كذا، باش نلعب معها في الناسيونال نيفو معين، باش نلعب مع ديفيزيون 2 ولا 3 وقت مازبر جيبر، يعني باش نلعب حتى في الارضيه ما نجمش نجري. راني صحيح. راني العباد ما يهمهمش يقول لك وقالوا هالي يعني شبي زبير. انا زبير يلعب مش يلعب كان في مساكن زبير ما يلعبش اون ديبلاسمون، العباد ما تعرفهاش ما يلعبش ديما زبير. أي مش زبير يلعب ربع ساعه ونص ساعه، انا نلعب ما نجمش نلعب لانه كان نهبط نص ساعه ما نسخنش. يعني مش كيف كيف لو ستيل دو جو. فالعباد ما محليك رياض ومحليها كاريرك. في كلمه شكون تتذكر هكا في الكوره؟ الحقيقه نحب نترحم على سيونس الشتالي. الله يرحم سيونس الشتالي، هو من اكثر الناس اللي خدم الرياضه مش كان الفوتبول، خاطر العباد ما تعرفش سيونس الشتالي هو مع جماعه 78 هو اللي كان المرافق. من 78 سيونس يمكن من قبل وهو يخدم في الرياضه معانا. 96 كان مندوب رياضه معانا، 98 كان مندوب رياضه وشد رئيس جامعه وكان في اللجنه الاولمبيه وشد رياضات كيما الاتليتيزم كيما البوكس. هذا انسان حسب رايي اقل شيء اقل شيء اقل شيء ومره مرور الكرام وما ذكرولوش. وانا تمنيت يونس شتالي موسوعه في الرياضه في التواريخ مصلي على النبي عليه. تمنيت الناس تسجل معاه، كان يفيد ياسر ياسر ياسر. هذاك خساره كبيره للرياضه التونسيه اللي وهو عايش ما استفادوش منه برشا وما صوروش معاه وما خذوش برشا افكار. على فكره يونس شتالي هو اللي عمل قانون الاحتراف اللي هو اللاهوايه، بقينا مشاو صرفوه بالغلط صرفوه بالغلط. ربي يرحمه سي يونس شتالي هو من احسن المسؤولين اللي خدمت معاه. ربي يرحمه يعطيك الصحه. محليه الفستير نكملوا مع رياض بازيز. عليها الكرة معك رياض بوعزيزي. كنا في الفستير، انت من اكثر الملاعبين المحبوبين في تونس، ديسيبليني، عطيت للكرة بلا حساب. كنا نسمعوا في الارقام ما خذيتش اللي تستحق، الحمد لله احترفت باش منعت روحك شويه، ضحيت برشا حتى على حساب عائلتك، تقعد بالعشرة شهور ساعات ما تراش عائلتك، قعدوا لك شويه نقاط وجيعه انك تحرمت من لحظات مع عائلتك. الوالد توفى عام 98، اكيد راك تمنيت انه اكيد انه يعيش ويشوف اكثر نجاحات ليك. هو لما حاله يتسمى
احذر احذر شايف أيه. انا خاطر بابا ما يعرفش حتى استاد منز بورقيبه ما يعرفوش والحق نتاع ربي في العشرة شهور ذاك جاني بابا بعد عشرة شهور وجاني نهار الشامبيونا وما يعرفش انا اللي انا نلعب في صفاقس وهزيت شامبيونا روحت عيني زرقاء خاطر ما كل ضربه في عيني اما روحت هز تيتر يعني ايه مازال لنا ماتش كونتر سي بي اما احنا هزينا تيتر نهارتها في صفاقس فالعشرة شهور يعني ما شفتش عائلتي انا مش كان يعني كنت نلعب عندي برشا التزامات مع الفريق الوطني والفريق الوطني الاولمبي والفريق العام الاول نلعب على اربع اصعده يعني نلعب المنتخب الاولمبي والمنتخب الاكابر والمنتخب العسكري ونجم الرياض الساحلي انا عام 97 عام 96 لعبت 70 ماتش اقل شيء واو. وانا من الناس اللي ما نلعبش ربع ساعه ودرجين يعني انا كي نلعب نجم تزرع ورايا تحرف نجم تزرع ورايا يعني كنت بالضبط فالحمد لله يعني ونعطي كل شيء انا داير حتى يعني هذا ممكن الضريبه نتاع الصحي تو خطرة أعطيت كل شيء أعطيتها الكورة كما قلت لك أعطيتها حياتي اللطف عليك ومات فرحان بيك الوالد الله يرحمه بالحق حتى أمي مات فرحانة بي والحمد لله يعني حتى أنا بطبيعة كلعبت ونجحت كنت غايتي الوحيدة اللي كوني نسعدهم خاطر أنا تزوجت عام 2001 يعني أنا البريود اللي لعبت الكل كانت لعائلتي يعني تفريحي عائلتي بالنسبة لي أنا بالدنيا يعني فهمت كيف فالحمد لله خاطر زاد بابا مو ضحى بأرضه كذا كذا رجعت استرديت يعني أرضه وعملنا مشروع وعملت سونداج في وقت ذاك يعني بابا كان فخور بي وكان يحبني هو بطبيعته وزاد حبني خطر أنا ما خممتش في روحي يعني أنا كالعبد أنا شريت الكهرباء عام 96 بالبريم أما يعني الفلوس الكل كانت تمشي لعائلتي وعملت مشاريع هكا باش نحسن أنه ضعيت عائلتي يعني. يعطيك صحة ما خلطش عليك تصور في برشا فلوس في تركيا أما يعطيك الصحة الفلوس هذيك ديجا كانت كافية نحن ما نش يعني الحمد لله الحمد لله يعني الإنسان في الدنيا أهم حاجة بالنسبة لي أنا لتو قناعتي راي مش كثرة الفلوس اللي هي الواحد أنا أعطيني الستر وربي يبارك لي في القليل خير من اللي ما يبارك ليش في الكثير يعني وبالنسبة لنا قناعتنا اللي كوننا رضي والدينا ربي وليداتنا بالباهي يجيبونا الرحمة وليداتنا والكلمة الطيبة صحيح هذا من الحاجات اللي احنا اللي فالور متاعنا يعني رياض البوعزيزي ما يفلت حتى صلاة الحمد لله مفلت علاش ما فلتش لا ما شر يعني لا 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 طبعا معناتها ديسيبليني هل صحيح انه من وفاة الوالد وانت وليت منضبط برشا في صلاة هو وفاة بابا ربنا قبل يعني كوني هزنا الفجر من الصغار وكذا والحمد لله ونبقوا بعد كي نمشوا متكاسلين وما نحبش نمشي ما نحبش نقوم وبابا اختاني وبعد كي نمشي نصلي من مذهبي مع عشر رحمة الجامعة هو فما راي متعة حتى في علاقتك بربي بقينا في الظرف نتاع المراهقة وكذا وكورة وكذا بعد شوية وقت كي مات بابا ومشينا نصلوا عليه يعني أنا وقتها صارت لي كل الشوك خاطر كي مات بابا ودخلوا للجامعة نحن كي موت الإنسان ندخلوا باش نصلوا عليه وباش ندعوا له و فبقيت البرة الناس تصلي لي على بابا أنا حسيت روحي اللي يصلي ويدخل ما كنتش قد تربيت بابا يعني فهمت كيف يعني أنا كان جيت ولد باهي وصالح ويقدر بوه ويحبوه راهو تو يدعي لربي هو أكثر واحد البوه بالرحمة وش يمشي للبر وكذا الناس ما عادش نخمم في موت بابا نخمم في روحي انا علاش ما كنتش صالح بالنسبه لي انا مع بابا دوب ما روحت والحمد لله يعني حاولت اول حاجه مش نصلي لبابا مش نصلي لربي وباش ندعي ربي لبابا فهمتني فحاولت نصلح علاقتي بربي وهي ذاك احسن حاجه عاونتني حلت على برشا محلاها والوالد ربي يرحمه ما كان سبب به حتى بعد ما مات هو رباني عسلها أي. اما بقينا الدنيا كي تهرب كذا بورتون يقبل خير من تو زاد تو اصعب يعني يكونوا واضحين صحيح صحيح لا فيسبوك لا انستغرام لا اصعب حتى نوعية العباد اي صحيح اما شنو هو في زنازه سواء في الجامعه ولا مش في الجامعه اللي يصليوا يقعدوا يصليوا واللي ما يصليوش يقعدوا بعاد دونك انت يعني انا العباد تصلي لي على باب يعني ابسط حاجه اللي انا توجعت يعني توجعت قد عندك من اولاد اليوم؟ عندي زوج اولاد وبنيه تبارك الله كي تحسب اعمارهم يجي عمرك بالحق يجي عمري يعني. غايث 2002 عمره 20 سنه وركب. محمد رياض 2007 عمره 2005 أي. محمد عمره 17 وريتاج عمرها تو 12 حاليا يعني ممكن لو 21 ما يتولي يولوا اكبر مني بعام اي يولوا اكبر منك بعام ربي يفضلهم عايش الكره ليه ولا والله ما عطيتهمش الفرصه
لان الفرصه ضئيله جدا بالنسبه وراهنت على العلم الحق، راهنت على قرايتهم. انا وليداتي هذاكم راس مالي، ومرتي هي اولهم راس مالي، هي تحية لزوجتي اللي هي الحرم تاع ربي، هي هذا الحمل الكبير. يعني محمد رياض كي تولد انت ماكش في الدار. محمد رياض توفى بو زوجتي في 2005 وانا نلعب في تركيا، توفى حادث مرور واضطرت باش تروح، نروح انا وزوجتي في الشهر الثامن، يعني خاطر غايث تولد لي في تركيا في بورصة، ومحمد كان مشي تولد في غازانتيب. هذا مكتوب ربي، الانسان ما يعرفش على روحه وين يتولد وين يموت. فاستر ربي، هي ديجا كي روحنا في الظرف هذاك في الثامن شهر وعملنا زوز طيارات وباش خلطنا، ديجا يلا معايا زياد وقتها وزياد روح معايا. فديجا حتى محمد كي تولد، تولد مسكين من الازمه اللي صارت لامه، تولد ظروف شايح شويه محمد، فهمت كيف؟ والحمد لله. به سؤال ماست برشا، اليوم عائلتك مقسمين، شطر يحب الافريقي وشطر يحب الترجي، هذا سالته انا البرشا واجوبه كانت مفاجاه. اليوم رياض البعزيزي، انسى شكورت شو عملت، شنو جمعيتك اللي تحبها؟ شوف اول حاجه سؤال واش ماسك هو لا جاوبني. كي يبدا عائلتي مقسمه شاطرين حاجه باهيه، ديجا سبورتيف نحن. معناتها انت تحب الترجي ولا الافريقي؟ انا كي كنت في مانس بورقيبه كنت نحب النادي الافريقي. تحب النادي الافريقي؟ بقينا انا تو انت تسال فيا تو انا شنو نحب؟ الكلاسيكو الجاي بين الافريقي والايطوال شكون باش تشجع؟ ما تنجمش تسالني تو، كنت نحب النادي الافريقي وانا محب. انا عشت في النجم الرياضي الساحلي، انا عباره تولدت عبد اخر، ولدت في النجم الرياضي الساحلي. انا نجم الرياضي الساحلي اعطتني كل شيء في الدنيا، يعني بعد والدي وبعد ربي سبحانه وتعالى، يعني الفضل يرجع لجمعيه النجم الرياضي الساحلي اللي انا اعطتني اسم رياض بوعزيزي. كل شيء رياض بوعزيزي كي كان ما كانش عندها لا اشعاع ولا عندها كذا، انا علم من الاول صعوبات، لكن بعد راهم عاونوني اصحابي، راني انا ما نجمش ننجح وانا وحدي، عاونوني الجمهور، عاونوني الجوارات، عاونوني المسؤولين، وين نمشي راه ما عندك حتى فكره. انا يعني انا نعرف روحي اللي انا محبوب ياسر في الساحل ومن جمهور النجم الرياضي الساحلي، والحمد لله اللي انا محبوب من الناس، وانا نحب الناس كلها، وانا ما عندي حتى شيء. اي محبوب الجميع. انا نمشي لباب سويقه ناكل، ناكل في باب سويقه والناس تحبني. اسمع ما نعرفش انت وبدره وجوه خير محليكم معناتها اجريابل كي الناس يحبوكم الناس كلهم. احنا كنا نلعب في كوره ماناش نلعب في حاجه خايبه. ياك تشوف توا كيفاش. بالحق باش ندافع على الالوان. في الهوند الصاير وفي الفوت وفي الباسكيت وفي الفولي في كل شيء. ما عادش انت ما عادش نستمتعوا بماتش توا معناتها في بالك فما جانب كبير راهو المسؤولين هم المتسببين اللي عمره 15 سنه اليوم عمره ما دخل ماتش فيه زوج جماهير. هي فما جانب من الجمهور من المسؤولين اللي يعملوا في تصريحات خايبه واللي يعملوا ساعات مسؤول يضرب. اي نعرف اي شنو تحب تتوقع من اللي اعتزلت انت ما دخلوش زوج جماهير مع بعض. ما تحب انت احنا زاد حاجه اخرى ولينا تو في تونس ياسر اجريسيف في بعضنا يعني ان شاء الله ربي يحننا على بعضنا. نقول الضغط الضغط به مازلت لنا حويجه باش نلعبوا ضربات جزاء وباش نجيب لك مرام الدريدي اللي هي لعبت منتخب تشد لك جول باش نشوفوا يا رياض انت والكوره شنو مازال جوك، ومن بعد نرجعوا في كلمه الختام محليك ضيفنا اليوم رياض البوعزيزي. يلا لعبه ضربات الجزاء. مرام الدريدي رياض البوعزيزي تو ثلاثه شوطات نورمال. مرام مدريدي لعبة ممتازة، يلزمك تماركي واحدة من ثلاثة شوطات. في الكاج هذا. مش تحب معملك تجيب لك جول بالحق. هو في الكبير وضيعت أنا مش فيها. أي لا، مرام فرصتك باش تتلانسة تو. أي. أنا ماذا بيا تتلانسة. أي يا رياض تديش تتسبب، يلا الشوطة الأولى. هلا حب يعمل. برافو مرام. الشوطة الثانية يا رياض. يلا توا مرام بسيق واحدة ساق واحدة عندنا صح. نسينا اليد كهوة نسينا اليد ساق يلا اوه برافو هذه باش تمركة باذن الله مرام راهو رياض جوار كبير وكذا ما يساعدناش ما يماركيش رياض ما قصدتك القوة ساق القوة تنجم تماركي بها قوة انا ما عنديش قوة اه حقاً عامل عملية نسيت عامل عملية قوة حتى انا جبتك مرام 17 سنه كمل
هاك بالقوة اللي ساخن لباس. يلا تراح توا. يلا رياض القطفة الحاسمة. رياض ضد مرام. يلا اوه هدف برافو. هذا تسكروا لك عينيك من اللوز. يعطيك الصحة مرام. يعطيك الصحة مرام. يعطيك الصحة رياض. ميرسي بوكو. كانت هذه لعبة الكرة. يلا محلاها كانت عدينا فوق من الساعة معاك. استمتعنا. أنا فرحت. حكينا في كل شيء. رياضة حبيت نقول لك حاجة. معناتها احنا نسأل وندور ونعرفوا جمهور يحبك برشا. إن شاء الله يا ربي ترجع كمؤطر كمدير رياضي كممرن ككل شيء. أنت ترينا خاطر ناس كيفك أنت نستحقوهم بالخبرة بكذا بكذا. أنت قلت لك عيطوا لكش المنتخب. قلت لي إلا ما احنا طلبنا باش تستدعونا في ماتش مالي. خسارة خاطر منك ما عندناش ثلاثة. ما عندناش فوق الأحداش. معناتها مجوارات. كلمة الختام كنت تحب توصل مساج للكاورجي لكاور اليوم خاطر الدنيا ستريسي شوية. وكلمة الختام أستاذنا رياض. والله بالنسبة للملاعبية نحب نقول حاجة. نحن في تونس راي تونس ولادة في المواهب في الملاعبية. نحب نقول كلمة المسؤولين. نتمنى يعني مسؤولين يتلهاو ويأطروا غير ملاعبية. ما ينجموش يكونوا في مستوى عالي إلا ما يكون يعني مستوى المسؤول هو اللي عالي. إذا كان ما عندناش مسؤول باهي ما تنتظرش تكون عندك ملاعبية باهية. بالنسبة للملاعبية يلزم يعرفوا الكرة حاجتين. الكرة هي أول حاجة أخلاق. إذا كان الرياضة ما فيهاش أخلاق ملاعبي ما عندوش أخلاق ما ينجحش راهو. ينجم ينجح بيريوديكا ما يعيشش برشا. باش يعيش برشا لازم يكون متخلق ومتواضع بالأخص وخدام. كاهو كورة كاهو خدام ترانا وعندك فرصة اللي أنت كملاعبي أحسن مهنة ملاعبي. الناس تاخذ في تو فرصة الملاعبة يصور برشا فلوس. فما ناس تاخذ دكتوراه فما ناس ما نعرف شنو عاملة ما تاخذ في شيء. فما ناس قارية اللي ما عاش عندها ما تقر وما عندهاش خدمة. فيزموا يعرفوا النعمة اللي هما فيها كي قدر النعمة اللي هي فيها ينجم يعطيها حقها. فهمت يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. بالنسبة لي أنا نتمنى لكوني تهيئ ظروف اللي أنا نفيد خاطر بإذن الله نجم نفيد. إذا مش برشا نجم نفيد شوية وإن شاء الله تتحل. أنا حاليا جاهز خاطر أولادي كبروا والحمد لله والنجم نخدم ما عنديش مشكلة. قبل كنت ما نجمش. هذه بلادنا اللي باش نعطيه لها ماهوش مزية. ماهيش حكاية فلوس. ماهيش أمور مادية. هذه تنجم تشوف في حاجات أنت عشتهم وهما ما عاشوهمش. نجم نعطيهم نسبق لهم الحاجات اللي أنا نعرفها. نعرف علاش 98 تجربتنا في كأس العالم 98 2002 2006 نعرف كيفاش وصلنا هزينا تيتر 2004 ونعرف علاش ما هزيناش 96 و 98 و 2000 و 2002. فالخبره نتاعي نجم نعاون يعني. بستاف هذا نتاع ليكيب ناسيونال المونديال نمشيو له خير ولا لازم اجنبي؟ ولا لازم ممرن اخر؟ رايك بصراحة. ستاف ما عنده حتى خبرة ولكن رشحنا في الماتش الأخر ما هز حتى تيتر. عمره ما جاء من ثلاثة الأندية الأولى في حتى مرة كيرانا. عمره ما هز كأس تونس حتى للشطرنج. الحق باش يهز ليكيب ناسيونال المونديال. المونديال هو الناس يقولوا ما يجيش رشحنا رغم اللي هو ماتش الأخر لعبه ونحيوه. فما ناس يقول لك مادام ماشيين به سيكو فاهمين اللي في المونديال رانا ما نجموش نترشحوا الدوزيام تور وبالرجله يزينا من كثره المصروف. احكي لي بصراحه رياض انت كشخص حتى المصروف نتاع المونديال باش يكون من الفيفا يعني باش نكونوا واضحين. ماش باش تصرف تونس. اي صحيح. بقينا المونديال هو التوب نتاع التظاهره ترشحني له برشا ولكن عجزنا على الدور الثاني. هل عنا امل نترشحوا الدور الثاني؟ عندنا عوامل. انا واحد من الناس نعرفها علاش نحن ما نجحناش. على الأقل 2006 كانت عندي تجربة كبيرة. احكي لي المونديال. بالنسبة للمونديال هذايا عندك أمل نترشحوا؟
ديما عندي امل، انا انسان طموح. لا بقينا العوامل اللي تتوفر هي التعاون برشا. احنا رانا في تونس نحبوا الاجنبي، اذا كان يبدا فما مدرب، المدرب الكبير يطلب برشا فلوس، اسكو احنا قادرين نجيبوا مدرب؟ احنا كي جانا لوميري تسمى جانا رخيص راهو. اي كاسبرجيكو لوميري زوز الوحيدين. جانا خاص. زوز الوحيدين. ماهمش غاليين. أي. احنا فما مدربين قبل لوميري ما نجمناش نجيبوهم. هاي جامعه تقول عندي مليارات مخبية. ما ينجمش فما نجموش نخلصهم. الانترنور الباهي تو يخلص 500 ألف اورو و600 ألف اورو في الشهر. باهي معناتها ما اسكو عندنا نحن، انا ما نعرفش نجيب مدرب باهي، خاطر المدرب باهي باش يجيب لك الفكر، يجيب لك ستيل. صحيح الاطار الفني الموجود هذا ينجم يعاونك، يبدا معاه يعاونوا برشا، خاطر زاد باش يجي انسان باش تحط له شروط، شنو حاجتك ما حاجتكش. هذا انا مع فكره الكون يجي مدرب كبير، تبقينا اسكو عندنا الامكانيات. راه مدرب كبير وشفنا 200 ألف اورو نجموا نجيبوا مدرب كبير لمده عام اذا عندنا طموح. 200 ألف قادره باش تعطي 200 ألف اورو؟ 700 مليون. لا الجامعه عندها 700 مليون في الشهر. عندها. اذا كان عندها انا والوزاره نجم تعاون. اذا انا مع خاطر كان امنيه الجمهور التونسي هو الترشح لهالدور اللي ولانا واحد يعني عقده. صحيح عقده خاطر فما عوامل. شوف كل حاجه باش توصل لها يلزمك توفر لها. المونديال الجاي باش يوليو سبعه منتخبات باش نوليو ديما نترشحوا. باش نوليو ديما نترشحوا المونديال عقدتنا الانتصار والترشح. حابش تعرف نحن توا هاك شفت في الباركور نتاعنا نسموا ماهوش باركور صعيب. بقينا ترشحنا ما نقولوش تاخير. بقينا في الكوره موجود لكونه ينجم ماركي ضد جول وكذا. فما برشا جمعيات احنا هذاك للهزل للطرفه. بقينا عندنا ايكيب باهيه ماش يعني كبيره. بقينا ما نعرفش التذبذب الموجود في المستوى هو اللي مقلقني، لان نحن نجم نعمل لك ماتش كبير كونتر نيجيريا ومن بعد نتيح كونتر معناتها بنزيما ينجم ما يماركلنيش. ينجم راهو نحن توانسه اسمعنا نحن مع انديه توانسه. ان شاء الله ان شاء الله. كي نلعبوا كونتر فرنسا ينجم نشوف التونسي اللي ما عمرك ما شفته. صحيح صحيح. واضح. اعطيني احسن تشكيله مثاليه في الجوارات تاريخ تونس الكل. احسن حارس تاريخ تونس اللي تحب معناتها من التسعينات وانت جاي. من التسعينات يعني على الاقل اللي لعبت من التسعينات لليوم. يلا حارس مرمى. حارس مرمى انا فما حارس كان يعجبني برشا ما عملش كارير اللي هو احمد برشاده مالوريزمون. احمد برشاده اللي تي ما عملش كارير لانه تضرب بس اكوتي دو سون كارير. لحظه لانه تضرب لانه فما برشا كامبين وفما جانب منه هو فما جانب من احمد لانديسيبلين ما وقت لا 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 هو عمل بليسير عملها وحده للروح نتذكر هو يقول لي مش انا توا انا تحيه للزحمه إيه احمد برشاده كان حارس مرمى غول بالعربي نقولوا نحن نحب سيابين عرفنا شكري وشكري الواعي هو شكون نختاره للزوز ما نجمش انا بالنسبه لي انا نحطهم للزوز لو انه احمد ما عملش كارير يعني باهي احمد برشيده شكري الوير اما عادش تعطيني زوز يرحم والديك يلا ظهير ايمن ظهير ايمن يعني ديما نعطي زوز انا في تحب تحكي على الكوره زوز انا طارق ثابت وحاتم طرابلس الاول هو الاساس يلا ظهير ايسر ظهير ايسر المرحوم الهادي الله يرحمه الله يرحمه الهادي كان جوار بوليفالون جوار بيتور جوار جوار الهادي مات 24 سنه يعني مازال في بدايه كان ينجم يعمل برشا حاجات الله يرحمه اي الهادي باهي لي دوز اكس لي دوز اكس اللي لعبت معاهم على الاقل راضي وبدر راضي وبدر كانوا مكملين بعضهم يعني. يلا اربع وسط تعطيني بالفكاكه بالاوفنسيف باللي تحب الفكاكه فما النفطي كان فكاك اي العبد الله كان فكاك هذا ما نحن زوز فكاك اما الاخرين كانوا جوارات مليو يعرفوا يتبلاصوا يعني والاخرين فما فما الشيحي كان جوار اكسيال في الوسط يعرف يلعب يعرف يقف شكون مازال جوار اخر مليو سفيان الفقيس لعب معايا لا عاد كل فكاكه هذا اي وفما قيس لعبت انا وياه كنا نكملوا بعضنا يعني شكون مش عدي باس لاتاكون يا صديقي تحكي على نحكي على الفكاكه تو اعطيتني زوج فكاكه الاولاني ناي فلوس كان زبير زبير باهي بلوزي في كاس كان زبير وشكون اخر معاه اللي كان دوي كان اسكندر صوايح والصوايح يلا اما انا وزوج مهاجمين مهاجمين بو انا الوسط زاد انا نسيت ما حكيتش على عيادي اللي هو عيادي اقوى جوار خلقاته تونس يعني ما نجمش والعيادي الحمر عيادي الحمر واضح يلا شكون زوج لاتاكونات لاتاكونات انا لعبت مع عماد بن يونس كان جوار تريزي في كاس خاطر نحكي على اللي في كاس
وفما زاد عادل السلمي كان في كاس فهمني، وفما فما جمال الدين الإمام كان إلي يلعب خاطر نحن راهو التكتيك نجمش. جمال الدين الإمام كان جوار دوي، جوار كبير ياسر ياسر ياسر، زاد مالوريزمون ما عملش جران كارير جمال الدين الإمام صحيح، خاطر في الوقت هذاك الدنيا اش من كارير، مشى مشى بلجي اي ستوندارد ليج، مشى ستوندارد ليج وزياد زياد هذا كان تري تريز افيكاس. انا ما نجمش تحصرني في 11 ملاعب لان فما جوارات بوكو دو بوست خاطر هذيا نعتذروا ماهيش تشكيله هذيا ليست 18 جوار مينيموم كمدرب ما نجمش ما نجمش نلعب ب 11 صحيح. رياض نورتنا الله يخليك يعطيك الصحه وان شاء الله يا ربي نشوفوك قريبا، يشرفني برشا بصراحه الحوار وشدنا صحيح وربي يفضلك ويخليك عايش. شكرا لك رياض البعزيزي نورتنا الليله في لاباس شو، يعطيك الصحه عاش خويا نف ميرسي. نحب واحنا قلنا في لمين رياض البوعزيزي شفتوا الجو، نحب نشكر أمال موجودين في برشا بلايص وهما وفرونا التجهيزات الرياضيه. أمال تلقاو عندها احسن شواء، أمال ستور في المنار سيتي، ازور سيتي، سهلول سوسه، واللاك واحد. اذا تحب تربح 10 ملايين كاش، اي نعم 10 ملايين كاش كيما ربحوهم يكونوا من نصيبك، ابعث على 85 840. ساهل برشا، اس ام اس تبعث على 85 840، جاوب على قد ما تنجم من الاسئله باش تنجم تقوي حظوظك وتكون انت هو الرابح، تربح 10 ملايين كاش، ابعث على 85 840 وان شاء الله انت الرابح.